السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، والنهاردة احنا بنكمل الجزء الأولاني من شرح الماس لسنة أولى ابتدائي primary one من كتاب discover اكتشف. واحنا كنا وقفنا عند ال five frame أو the five frame، وأنا يعني قلت نشرحه بشكل أبسط شوية بحيث إن اللي مقدرش يفهمه عن طريق المثال اللي في الكتاب يقدر يفهمه دلوقتي بمنتهى السهولة، لأن احنا عندنا أمثلة هنحلها على الفايف فريم، وهنحل كمان الأمثلة اللي كانت موجودة في الكتاب في صفحة 7. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة هنقول إيه هو الفايف فريم. الفايف فريم زي ما احنا شايفين هو الشكل ده، أي فريم بمعنى برواز، فريم بمعنى برواز. 5 فريم يعني 5 براويز، أي شكل متقسم ل5 مربعات موجودة جنب بعض بالشكل ده اسمه الفايف فريم، تمام؟ فهو ده الفايف فريم، وده الشكل بتاعه زي ما احنا شايفين. وعلشان خاطر نبقى عارفين ايه هو الفايف فريم لو ما كانش واضح عن طريق الفيديو الأولاني، ونبتدي نحل أمثلة على الفايف فريم علشان نقدر نوضح بشكل اكتر. والشكل ده من شرح من اشكال شرح الماس موجود دلوقتي في كي جي 1 وكي جي 2، وهو لسه جديد على اولادنا في اولى ابتدائي لان هو لسه متضاف جديد للمنهج. بس الاولاد اللي هيبقوا طالعين من كي جي 1 وكي جي 2 هو موجود عندهم في المنهج بالفعل، ومش هيواجههم اي مشكلة. ونبتدي نحل امثلة على الفايف فريم. ومعانا أول مثال وهو write true or false، يعني اكتب علامة صح أو علامة غلط. وهو مكتوب هنا number 3، رقم 3، represented ممثل in the five frame، في شكل ال five frame structure، الهيكل five frame like this. يعني بيقول لك من الآخر رقم 3 بيتمثل في شكل الهيكل بتاع الفايف فريم بالشكل الآتي. فاحنا عايزين نشوف هو فعلا في 3 نقط ولا في اكتر، فهنشوف 3 دوتس ولا 4 دوتس. هنلاقي في 1 2 3 4، وهو بيقول لنا هنا نمبر 3. يبقى هل ده الإجابة دي صح ولا غلط؟ لو احنا حبينا نعمل فايف فريم ونحط فيه 3 دوتس او رقم 3 هيبقى شكله عامل ازاي؟ هنلاقيه شكله عامل كالاتي. هنعمل 5 فريم كده اهوت، ادي 1 2 3 4 مثلا، ده 5 1 2 3، ده شكل بتاع نمبر 3 في الفايف فريم، تمام. في 2 فريمز فاضيين، هنا هو حاطط 4 دوتس 1 2 3 4. يبقى الإجابة دي صح ولا غلط يا أصحابي؟ الإجابة دي طبعا، ها الإجابة دي خاطئة، it's false answer، يعني إجابة خاطئة. وفي مثال تاني قدامنا زي ما هو واضح قدامنا، number 8، رقم 8، represented ممثل in the 5 frame structure، في هيكل الفايف فريم like this بالشكل الآتي. وهو جاب لنا 2 5 frames وحاطط فيهم دوتس، مفروض ان هما بيمثلوا نمبر 8 اللي هو رقم 8. هنشوف، هنعد الدوتس ونشوف هما بيمثلوا نمبر 8 ولا لا. ونبتدي نعد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى هما مش 8، هما اكتر من 8، هما 9. ومش عايزين ننسى ان احنا كان عندنا هوم وورك المرة اللي فاتت، وهو حفظ الاعداد من 0 لحد نمبر 10، وهنضيف عليه حاجة بسيطة جدا المرة دي، وان شاء الله الاسبوع الجاي يكون حفظنا الحاجات المطلوبة مننا عشان نبقى متحضرين وجاهزين للدرس اللي بعد كده. وزي ما واضح قدامنا كده ان الاجابة دي صح ولا غلط، ها
مين عارف؟ قول كده، يا عبد الرحمن ولا يا عبد الله ولا يا إياد ولا يا رناد ولا يا أسماء؟ أي حد يقول لي مين؟ يلا يا شطارة قول يا حبيبي. الإجابة دي خاطئة، لأن هما 9 دوتس مش 8 دوتس، وهو هنا قايل لنا 8 وهي it's not 8 it's 9، فبالتالي الإجابة دي false answer أو إجابة خاطئة، وبالتالي احنا حلينا المثال ده بشكل سليم. ونوصل لحل المثال اللي موجود في كتاب Discover page number 7 في الماس بارت، في الجزء بتاع الماس. page number 7 كانت الدايركشنز بتاعتها كالآتي: write the number 2 three times، اكتب رقم 2 3 مرات. والدايركشنز بتاعتها: draw، ارسم 2 dots نقطتين in the 5 frame، في شكل ال 5 frame. يبقى هنكتب number 2 3 times، ونكتب هنا مثلا رقم 2 ادي 2 ادي 2 ادي 2. ده اول جزء اتحل. بيقول بعد كده draw 2 dots in the 5 frame، يبقى هنرسم ال 5 frame زي ما احنا عارفين شكل ال 5 frame، واحنا وضحناه ادي ال 5 frame. one two three four five one two three four five ادي ال 5 frame. هو بيقول write two dots، ارسم نقطتين، يبقى ادي 1 وادي 2. يبقى كده احنا عملنا الاجابة بتاع الجزء التاني من ال directions. الجزء التالت في ال directions بيقول the number 3 three times، اكتب رقم 3 3 مرات. هنعمل 3 3 3. دي إجابة السؤال ده. وبعد كده بيقول draw 3 dots in the 5 frame، ارسم 3 نقط في ال 5 frame، في شكل ال 5 frame. وهنروح نحل الجزئية دي عن طريق ان احنا نرسم ال 5 frame تاني، ونروح عاملين كده هوت. تمام، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ادي ال 5 فريم بتاعنا شكله اهوت. طبعا لما نيجي نرسمه بالقلم والمسطرة علشان يبقى شكله افضل. هو بيقول draw 3 dots، ارسم 3 نقط in the 5 frame، في شكل ال 5 frame. فنروح عاملين كده، ادي اول دوت 1، تاني دوت 2، تالت دوت 3. واحنا كده عملنا الاجابة بتاعت سؤال 1 2 3، احنا عملنا draw 3 dots in the 5 frame structure، في شكل ال 5 frame. ونوصل لحل مثال تاني انا حسيت ان هو محتاج توضيح برضو، فاحنا قلنا نحله مع بعض. وهو في page number 4 اللي هو trace your or your partner's hand، يعني تتبع او خطط حوالين ايدك او ايد شريكك and fingers والصوابع. وعايزين نوضح ان partner هنا اللي هو ممكن يكون زميلك او زميلتك في الفصل، لان المنهج الجديد يا جماعة مبني على العمل الجماعي، فممكن يكون زميلك او زميلتك في الفصل، ممكن يكونوا بيشتغلوا معاك في نفس الحاجة اللي انت بتعملها، وتكونوا بتحلوا مع بعض نفس الامثلة. فمش لازم، مش شرط يكون بابا او ماما بس، هو ممكن يكون بابا او ماما طبعا، وممكن يكون زميلك او زميلتك في الفصل وبتحلوا المثال مع بعض. وطبعا احنا يعني هنخطط حوالين ايدنا زي ما هو طالب مننا في المثال ده. والشكل هيكون كالآتي: هنحط ايدنا على الورقة ونعمل كده هوت.
واحنا كده trace our hand and fingers. ادي الفينجرز والهاند في نفس الوقت اللي هي كده اهوت. وبكده اتحل السؤال وادي رسمنا ايدنا، وده بيسموه الهاند شيب علشان نبقى عارفين معنى الشكل ده. ده الشكل الهندسي ده بيسموه الهاند شيب، وده الهاند شيب بتاع ايدنا على الورقة زي ما احنا شايفين. وبكده نكون وضحنا ان بارتنر ممكن يكون بابا او ماما او زميلنا او زميلتنا في الفصل زي ما قلنا في الاول علشان خاطر العمل الجماعي. وطبعا احنا عارفين ان المنهج الجديد مبني على التخيل برضو، هو مبني على اهم جزئين في التخيل والعمل الجماعي. وبشرح الجزء اللي فات وحل الأمثلة اللي فاتت نكون خلصنا توضيح آخر حاجة في الفيديو اللي فات، وكان بعنوان الحلقة الأولى في الماس سنة أولى ابتدائي كتاب ديسكوفر. ودلوقتي احنا هنضيف بس إضافة بسيطة علشان يبقى الفيديو مثمر ومفيد لحضراتكم، وهو في مثال هيواجهنا بعد كده في الصفحة التالية لآخر جزء احنا حليناه، وهي كانت page number 8. احنا كنا وصلنا ل page number 7. في page number 8 في حاجة اسمها number line. النمبر لاين ده اللي هو خط الأعداد أو خط الأرقام، وأنا حبيت أوضحه لكم برضو لأن هو مطلوب مننا هنرسمه في الصفحة دي. فادي النمبر لاين أهو، عبارة عن خط في شكل سهم بيبقى متجه من نقطة وماشي في اتجاه تاني. هو طبعا بيبدأ من الصفر، المفترض ان اي ارقام بتبدأ من الزيرو، 0 1 2 3 4 5 وهكذا الى ما لا نهاية. تمام، فهو يعني فكرة المسطرة، كأنك بترسم مسطرة بس هي مسطرة بتبدأ من نقطة وبتتجه في اتجاه معين بشكل تصاعدي. في page number 8 الدايركشنز بتاعتها بتقول draw a number line، ارسم خط اعداد. add ودي كلمة جديدة المفروض هنعرفها، add ودي كلمة جديدة المفروض هنعرفها، يعني اضف. add يعني اضف. numbers ارقام 0 1 2 0 1 2 and 3 و3. يبقى هنحط على خط الاعداد اللي احنا هنرسمه اللي هو قال لنا عليه ده 0 وال1 وال2 وال3 to the number line لخط الاعداد ده. تمام، فاحنا هنبتدي نرسم خط زي ما هو قال لنا، ونبتدي نحط عليه الارقام اللي هو قال لنا عليها. وبالتالي هنكون الشكل بتاعه كالاتي، ده النمبر لاين بتاعنا. تمام، هو بيتجه من مكان وبيبقى في اتجاه تاني. ده الزيرو بتاعنا مثلا، ده نقطة البداية، وده الون، وده التو، وده الثري. وبالتالي احنا حلينا المثال ده بمنتهى السهولة. ده النمبر لاين وادي 0 1 2 3. تمام، ونتنقل لنقطة أخيرة في الحلقة وعايزين نوضحها، ونتنقل لآخر جزء في الفيديو بتاع النهاردة، وهو days of the week أو أيام الأسبوع. days of the week، وده حفظ بلا جانب الهومورك بتاع المرة اللي فاتت. وهي أيام الأسبوع 7 أيام طبعا، it's 7 days. وأول يوم فيهم Saturday، Saturday اللي هو يوم السبت، Saturday اللي هو يوم السبت، Saturday day لوحدها بمعنى يوم. Saturday يوم السبت. Sunday يوم الحد، Sunday يوم الحد اللي هي Sunday Sunday يوم الحد. Monday يوم الاثنين، Monday يوم الاثنين، Monday اللي هو يوم الاثنين. Tuesday يوم الثلاث، Tuesday يوم الثلاث، Tuesday Tuesday يوم الثلاث. Wednesday يوم الأربع، Wednesday يوم الأربع،
اللي هو Wednesday Wednesday يوم الأربع. Thursday يوم الخميس Thursday يوم الخميس. Thursday Thursday يوم الخميس. Friday يوم الجمعة Friday يوم الجمعة. Friday Friday يوم الجمعة. وبالتالي احنا لما يجي حد يسألنا ويقول لنا how many days in the week هنقول 7 days 7 days. لو قال لنا ايه هما what are the days of the week ايه هما ايام الاسبوع what are the days of the week هنقول Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday and Friday. دي الايام بتاعت الاسبوع. واخر حاجة في أيام الأسبوع لازم نعرف حاجة اسمها after وفي حاجة اسمها before. وزي ما شايفين السيركل دي بتورينا أيام الأسبوع one week equal 7 days one week equal 7 days وادي الفرايداي ساتردي ساندي موندي تيوزداي وينزداي ثورزداي اند فرايداي again. وزي ما قلنا في حاجة اسمها after وفي حاجة اسمها before. Just after و just before. Just after هو بيوضح لنا هنا the day that comes just after Monday is Tuesday. اليوم اللي بيجي بعد يوم الاثنين على طول هو يوم التلات. The day that comes just after Sunday is Monday. اليوم اللي بيجي على طول بعد يوم الأحد هو يوم الاثنين. ده just after اللي بيجي بعد. التالي just after يعني بعد أو التالي. تمام. after a f t e r after بعد. ونتنقل ل before just before. the day that comes just before Saturday اليوم اللي بيجي قبل يوم السبت is Friday الجمعة. اليوم اللي بيجي قبل يوم السبت بيكون يوم الايه يوم الجمعة. يبقى the day that comes just before Saturday is Friday. يبقى اليوم اللي بيجي قبل يوم السبت بيكون يوم الجمعة. و the day that comes just before Wednesday is Tuesday. اليوم اللي بيجي قبل يوم الاربعاء بيكون يوم الثلاثاء. يبقى the day that comes just before Wednesday is Tuesday اللي هو الثلاثاء. اليوم اللي بيجي قبل يوم الأربعاء اللي هو Wednesday بيكون يوم الثلاثاء. وهنا بيوضح لنا كلمة before اللي هو قبل اللي هي before قبل before قبل. تمام. ودي آخر حاجة هنحفظها مع أيام الأسبوع اللي هي after و before. after بعد before قبل. with the days of the week مرة تانية اللي هي Saturday سبت Sunday الأحد Monday الاثنين Tuesday الثلاثاء Wednesday الأربعاء Thursday الخميس and Friday الجمعة. والweek اللي هو الأسبوع والday اللي هو اليوم. one week أسبوع واحد equal 7 days 7 أيام. وبكده نكون أنهينا الفيديو بتاعنا النهاردة. وأتمنى إن شاء الله يكون استفدتوا استفادة كبيرة. والتعليقات بتاعتكم مهمة جدا لينا. I will be more than happy to help you with anything you ask me in the comments. أنا هبقى سعيد جدا ان انا اساعدكم باي حاجة هتقولوا عليها في الكومنتس بتاعتكم. وده هيساعدنا على تطوير الاداء بتاعنا وتحسين جودة الكونتنتس بتاعنا المحتوى بتاعنا. وده مهم جدا بالنسبة لنا. واخيرا وليس اخرا لو الفيديو اعجبكم واستفدتم منه بجد اعملوا لايك. طبعا لو لسه مش مشترك في القناة اشترك. وياريت تعمل شير خلي غيرك يستفيد
واعتبره صدقة جارية انت هتستفيد منها وتتحسب لك وتتحسب لي انا كمان. وان شاء الله تكونوا استفدتم من الشرح بتاع النهاردة. ولو في حد عنده اي استفسار او اي تعليق اتمنى ان هو يبعته لي زي ما وضحت قبل كده. انا بقرأ كل تعليقاتكم وهجاوب عليها على طول. وشكرا لمتابعتكم لينا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.